وعلى بركة الله نعلن افتتاح هذا اللقاء العلمي بمناسبة استمرار الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية. وهذا اللقاء يحتفي من خلال حديث الكتاب برواية تحمل عنوان أختام المدينة الفاضلة للأستاذ الدكتور عبد الإله بن عرفان. الكلمة في البداية للأستاذ عبد الكريم بن ناني في كلمة ترحيبية، فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة والفضيلة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني كثيرا أن أرحب بكم في جمعيتكم جمعية رباط الفتح في هذا اليوم المبارك السعيد، ونحن على بضعة أيام من شهر رمضان العظيم إن شاء الله. وأن أشكركم على حضوركم وإقبالكم مكثف في هذه الجلسة القيمة التي نقيمها في إطار حديث الكتاب الذي تسار عليه جمعية رباط الفتح منذ سنوات. كما تعلمون تهتم جمعية رباط الفتح أولا وقبل كل شيء بشؤون الثقافة، وتدعم كل الأعمال في تقريب المواطن المغربي من الثقافة والمعرفة. ومن خلال الكتاب وخصوصا من مؤلفين مغاربة ومؤلفات مغربيات، نسعى إلى التعريف بهذه الفورة العلمية التي تعرفها بلادنا في هذه السنوات الأخيرة من تآليف عديدة وفي كل المجالات. والمجال الذي استعتر بنا قبل سنوات غير طويلة هي الرواية العرفانية. لا أخفيكم أنني لما قرأت أول رواية عرفانية وكنت أجهل هذا النوع من الكتابة استأثر بي كثيرا ما حملته رواية جبل قاف ومؤلفها الأستاذ العزيز والأخ الفاضل والباحث يعني إله بن عرفة، الذي أعده وأعتذر إن كانت معلوماتي خاطئة أنه الروائي المغربي الوحيد الذي يكتب في الرواية العرفانية، بل أمشي أكثر من هذا أن ربما كثير منا يجهل ما هي الرواية العرفانية. لكن بأريحيتي دعم إله من عرفة وبإلحاح منا قبل أن نقدم اليوم قراءة في كتابه الأخير اللي هو ختام المدينة الفاضلة، والذي سنتعرف من خلاله على أشياء كنا ربما نعرفها ونعيشها، ولكن لا نقرأها بالكيفية التي يقرأ بها عبد إله بن عرفة فصولها. عبد إله بن عرفة من خلال هذه الروايات
الفانية يسائل الأديب والشاعر والفيلسوف والصوفي ورجل الحال حلك قلوب المغرب والولي الصالح وما إلى ذلك من رجال ونساء البشرية التي عرفت البشرية منذ أن خلق الله على هذه الأرض. قراءة الرواية المعرفية حقيقة متعة، هل قد يكون يخاطب ويسائل كل هؤلاء المفكرين والكتاب والفلاسفة والصوفيين، لكن بكيفية تجعل من النص يسألنا نحن كذلك عن من هو سيتقدم المدينة الفاضلة، هل سيكون الشاعر أو الأديب أو العالم أو الصوفي أو الولي وما إلى ذلك أو الفيلسوف، وذلك ما سنتعرف عليه اليوم من خلال القراءات التي سيقدمها لنا أساتذة أجلاء أكن لهم العرفان والاحترام لحضورهم ولما سيقدمونه لنا اليوم من متعة في قراءة هذا الكتاب. وسنستمع طبيعة الحال إلى أستاذنا الفاضل يعني إلى من عرفة، كما سنختتم هذه الجلسة الفاضلة ونحن في أعتاب المدينة الفاضلة التي هي رباط الفتح، مهد الفاتحين لكعبتهم يطوف الناس حين، وهي الآن عاصمة ثقافة للدول الإسلامية وعاصمة ثقافة لإفريقيا. سنختتم هذه الجلسة الفاضلة الكريمة بحصة من الأمداح النبوية المستوحاة بالفعل من هذه الرواية ومن روايات الأستاذ إله بن عرفة، التي سيقدمها لنا الأستاذ تامي الحراقلي، وكذلك مؤلف في الميدان التصوف والعلمانية المعرفية العرفانية، وكذلك برفقة أستاذ فاضل في السماع والمديح هو سي إبراهيم شاب، وبمرافقة كوراج جمعية رباط الفتح هي كوراج رنين إن شاء الله، وأنوار وكلكم رنين وكلكم هذه أيام الفضيلة. ونحن بلا شك اليوم في الأيام البيضاء يقولوا في شعبان، أتمنى لكم أمسية جميلة وكريمة، وأدعو الله لكم بوفور الصحة والعافية في الأيام المقبلة في نشاطات متعددة بحول الله، وشكرا لكم. عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي بعد
أن ساهمت الجمعية كما تعلمون لإحياء هذا التتويج فقرات برنامج الأقليم الثقافي خلال شهر نوفمبر الماضي. واحتفاء اليوم يتجدد بحديث الكتاب وبتنظيم قراءة في رواية أختام دينا الفاضلة للأستاذ الدكتور عبد الإله بن عرفة الباحث والأديب المبدع والمجدد في الهوية السردية من خلال مشروعه العرفاني المعروف والمتداول عربيا وإسلاميا، والذي عودنا من خلاله على أفق أدبي إبداعي فريد ومستقل كما يتضح من حرصه الدائم على تنمية قضاياه وتنمية محاوره وتجديد لغته وبناء معرفته وتنمية أبعاده، إذ أفرز مشروعه إلى حد الآن 12 عملاً روائياً آخرها رواية أختام المدينة الفاضلة موضوع هذا اللقاء. جاءت رواية أختام المدينة الفاضلة في 31 صفحة من الحجم المتوسط، وهي رواية تعالج قضية على قدر كبير من الأهمية المعرفية، إنها قضية ختمية المراتب التي شغلت وانشغلت بها الأديان والفلسفات بل والعلوم الإنسانية منذ القديم إلى اليوم. وعلى صديقنا سيد إلى مرة أخرى أن يضيف انشغال رجال السياسة بهذه المدينة. طبعاً الكاتب وضع 4 نماذج من الأختام وهم كالتالي: الحكيم الترمذي، الفيلسوف الحكيم الفارابي، الشاعر الحكيم المتنبي، الأديب الحكيم أبو العلاء المعرفي، وهم جميعهم يعتبرون الأعلام والرواد في تاريخ الفكر الإسلامي والفكر الإنساني، وينتمون كما تعلمون إلى حقب زمنية مختلفة، يمثلون مجالات معرفية وأدبية متباينة، يلتقون في مجلس للحكمة، يتناقشون، يتحاورون، ولكن بهدوء يتحاورون، بهدوء يتحاورون، بهدوء. في حوار عرفاني مبدع ثري يراعي تراتبية الزمن في امتداده من عهد أفلاطون وإلى اليوم، وفي محاولة لتجديد الرؤى، وكل واحد منهم يعتمد شهوداً ومواقف انتصاراً لرأيه، وفي استحضار ذكي لمجموعة من الأسماء سواء من الجن أو الإنس، أسماء متعددة عربية إسلامية أجنبية تعكس جولات الكاتب سعد إله المبدع الثقافية ودرايته بمصادرها وانتقاء شواهدها إلى أن يظهر ختم الأختام ابن العربي الحاتمي ليحكم بينهم ويكشف لهم حقيقة المدينة الفاضلة في أبعادها وتجلياتها. فمن يا ترى يستحق أن يتربع على عرش المملكة الإنسانية ويستطيع أن يقيم أسس المدينة الفاضلة؟ هل الشعر والشعراء؟ هل الأدب والأدباء؟ هل الفلسفة والفلاسفة؟ أم الحكمة والحكماء؟ أم المعرفة والعرفاء؟ أم الفضل والفضلاء؟ وما إلى ذلك. وهل يمكن اعتبار هذه الأختام مدخلاً أو مداخل للنهوض بالمدينة في زماننا
الذي كثرت فيه الأقوال والأحاديث وأشياء أخرى. وذلك ما سنتعرف عليه خلال هذه الجلسة العلمية بمشاركة السادة الأساتذة الدكتور عبد الفتاح الحشمري، الدكتور محمد بيت العميم، طبعا إلى جانب ضيف حديث الكتاب الأستاذ الدكتور عبد بن عرفة. لماذا بن عرفة؟ لن أتحدث عنه طويلا لأنه بالفعل أديب باحث شاعر محقق مؤسس لمشروع الرواية العرفانية، وأنا أعتبره أو أعتبر ضيفنا مهووس بالبحث والكتابة والإبداع برغم انشغالاته ومهامه التدبيرية، فهو صاحب تأليف كثيرة يمكن الاطلاع على بعضها في الورقة التي بين أيديك. في البداية وقبل أن أعطي الكلمة للأستاذ الصديق الدكتور عبد الفتاح الحجمري لابد من التعريف به، فهو وجه ثقافي متميز في الثقافة الأكاديمية المغربية والعربية، أستاذ جامعي كلية الأدب والموسيقى جامعة الحسن الثاني الدرب الضائع، ولكن يشغل اليوم مهمة مدير مكتب تنسيق التعليم في العالم العربي إعلامي أيضاً. لماذا؟ لأنه يدير مجلة اللسان العربي وعضو تحرير مجلة سرود وأمين عام للجمعية الدولية للمجلات العلمية العربية. شارك في العديد من المؤتمرات الثقافية الوطنية والعربية والدولية، أصدر العديد من الدراسات وحرر الكثير من المقالات، أكفي أن أشير إلى بعضها: عتبات النص، لاحظ التخصص المرتبط بحديث الكتاب اليوم، عتبات النص، البنية والدلالة، الحكاية والمتخيل، الخطاب الروائي العربي، التخييم وبناء الخطاب في الرواية، التركيب السردي، نصوص كالفراشات، يوميات القراءة، الأنساق الخطابية لرواية مالك الحجيج لإبراهيم أصلان. طبعا له مؤلفات كثيرة بالاشتراك، يكفي أن أشير إلى واحد منها: علمه البيان بالاشتراك مع الأستاذ أحمد المديني، وهو الكتاب السنوي لرابطة أدباء المغرب. وخلال اختيار، للتذكير فقط، خلال اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، حل ضيفا على برنامج إيسيسكو ومضات فكرية، وقدم مداخلة رفيعة حول اللغة العربية، فله الكلمة. مشكورة. لقراءة هذه الرواية ينبغي التسلح بغير قليل من النباهة، لأنك تدرك منذ الصفحات الأولى أنك بحضرة نص مختلف وحكاية غير مألوفة، وعليك لكي تفهم مقتضى الكلام مبنى ومعنى أن تتمثل تصورا للرواية بما أن ميزو الذي ارتضاه المؤلف بفطنة وبلاغة. هذه رواية لا يلزمنا قراءتها باستعجال، حكاياتها مليئة بالرمزية وتعمقها لنوع من السرد حاضر في الوعي الفني لكاتبها بمعالم وحدود معقدة السرد العرفاني. فبات في ذلك، فعبئيل بن عرفة اتخذ منه شكلا من التعبير لا يجد عنه بديلا
ولا يملك أن يغيره بعشق ومحبة ومعرفة منذ صدور رواية أولى جبل قاف مروراً بعشر روايات من بحر نون وصولاً لرواية إدريس وأخيراً وليس آخراً أختام المدينة الفاضلة. انسجام وتناغم ملحوظ في هذا المشروع الأدبي بتنبيعات أسلوبية تستهدف الإحاطة بموضوعه من زوايا مختلفة وخيالات محبوكة بخيوط التاريخ والسياسة وفواجع المصائر ومهازل الأقدار وألوان متناغمة من الفكر والبيان. نحن إذن أمام مشروع روائي فيه من الغنى والتنوع ما يسمح لنا بإطارة جملة من القضايا استهلها بما يلي. يعلم المنشغلون بدراسة السرد الروائي عموماً أن كل رواية تنتج أحداثها من خلال العلاقة، عبرها تضبط أحوال الوقت ومصائر الناس، وتنبني كل علاقة داخل الرواية على لحظات يفترض أن تكون منعطفات حاسمة في التاريخ والجغرافيا بمعناهما العام، يلتقطهما الروائي مقلباً الحروف والمعاني فتتعدى العلاقة مداها وتقدم الدليل على أن عوالم الحكايات تصعد من الأرض ولا تنزل من السماء. كتب جون بول سارتر في كتابه ما هو الأدب هذه العبارات: إن المرء لا يصبح كاتبا لاختياره أن يقول أشياء معينة، بل لأنه اختار أن يقولها بأسلوب معين. وحين أقرأ اليوم الرواية أجعل من اختيارات المؤلفين مدخلا لمساءلة ما تعبر عنه كتاباتهم من أفكار ومواقف، عبرها تتجلى مسالك من المثل تعيد اكتشاف علاقات الشخصيات فيما بينها وبين العالم المحيط بها. العلاقات أفكار تترجم الإغراء والامتحان والمحنة والمجد والوعي الشقي، ولذلك فالقارئ مدعو دوما حينما يقرأ الرواية للقبض على هذه الفكرة أو تلك، لأنها موحدة وساندة لمتخيل الحكاية عموما. الأفكار هي ما يمكن الرواية من التقاط ممكنات الوجود والتاريخ والواقع، وتسمح للمعتقدات والمشاعر والأحاسيس بالتوالد والانبعاث. الرواية لا تحلل الواقع بل تحلل الوجود، والروائي ليس مؤرخا ولا نبيا، إنه مكتشف وجود. هكذا تكلم ميلون كونديرا في كتابه فن الرواية. في كل مرة أقرأ فيها قصة أو رواية أتساءل: ما الذي يدفعنا نحن معشر القراء حين نقرأ حكاية ما إلى الاقتناع بواقعيتها وحقيقتها؟ وما الذي يجعل كلام الروائي والقاص مقنعاً؟ يحيل هذا السؤال على معضلة صعبة التفسير والحل، معضلة فلسفية ووجودية، علاقة الواقع بالخيال، أو علاقة الكلمات بالأشياء. الأدب لا ينقل الواقع ولا يمكنه أن ينقله أبداً. الأدب يوهمنا أنه ينقل الواقع. هذا الإيهام هو ما يجعل السرد في رواية أختام المدينة الفاضلة مليئاً بالمفاجآت. والمفاجأة تقنية حكائية تمكن الروائي من التقاط الوضع المفارق واستكشاف تجربة المتكلمين. المفاجأة تجعل الكتابة في هذه الرواية كتابة طيفية، موضوعها قضية ختمية المراتب كما انشغلت بها الأديان والفلسفات وخصصتها الحكاية لدى كل من التلميذ الحكيم والفارابي الفيلسوف
المتنبي الشاعر والمعبري الأديب، وفي مجلس خيالي لمدينة فاضلة يظهر فيها أيضا ابن عربي شاهدا بحكمته وكشوفته. والانفتاح الرواية بسيرة الحكيم أكثر من ذلك، ذلك أنها تختصر كل السير الأخرى علما وفضيلة وحكمة وأدبا. فمن رواية الحديث وعلومه عن والده إلى ملازمة الرجل الغيبي بهي الطلعة، سيزداد الحكيم معرفة بأسرار العلوم ومجالات الفنون والمعارف بالشعر والفلسفة والفقه. ولأنه كانت له رغبة في معرفة الفارق بين الذي يميز الحق عن الباطل، فقد قرر قراره أن يشغل باله بأسئلة من شروط الصلاح: هل هو العلم أم التقوى أم هما معا؟ هل هو اصطفاء إلهي ومحنة ربانية أم هل هو شيء مكتسب؟ ليست هذه الأسئلة فقط هي ما يشغل البال، بل هناك أيضا مجاهدات الحياة الروحية من صدق ومنة ومحبة إلى صعود المنبر وراء الرسول في رؤيا منامية هي إيذان باستيفائه لنطاق الصدق في الحياة الروحية ودخوله في نطاق المنة الإلهية. من منامة إلى أخرى يجد الحكيم نفسه في مدينة عجيبة ليس لها مثال في المدن، مفتوحة لا أسرار حولها ولا أسوار كذلك. أهلها لا يعرفون الجريمة والشر، حاراتها حلقات حكمة وفلسفة، متحدثوها يعرفون عما يعبرون عما في ضمائرهم من رأي حول الحسيات والعقليات في الحياة والاجتماع، إلى أن يبلغ مجلسا بديعا به ثلاثة من الرجال: الفارابي وأبو الطيب والمعري، وحديث عن الأسباب الكفيلة لتحقيق السعادة في المدينة الفاضلة، وتكون بقية فصول الرواية حديثا ذاتيا لكل حكيم عن تجربته في الحياة من خلال مصنفات وغايات دالة تؤهله لأن يكون ختما مستحقا للمدينة الفاضلة. لماذا كتابة رواية عن المدينة الفاضلة اليوم؟ لأننا نعيش في عالم يعج بالخيبة وسوء الأحوال ويرغب في التحرر من شروره ونشتان الانسجام الفكري والاجتماعي والسياسي. المدينة الفاضلة كما نعلم مجتمع خيالي يتحقق فيه الكمال، إنه يوتوبيا شغلت الفكر البشري على الدوام ببعد فلسفي ولكن في العمق ببعد سياسي، وهذا ما انتبه إليه العديد من الباحثين حينما بيّنوا أن اليوتوبيا هي موضوع ريبة ومصداقية حينما يتعلق الأمر بالبحث عنها من وجهة نظر فلسفية، وهي موضوع أزمة وثقة وتساؤل حينما يتم البحث فيها انطلاقا من أبعادها السياسية. كأني بالمشروع الروائي للأستاذ عبد الإله بن عرفة يجد صداه في هذا الاعتبار السابق، ذلك أنه يندرج في نظر العديد من الدراسات ضمن ما يعرف بالرواية العرفانية، وهي كما نعلم صنف من الخيال الأدبي اقترن ظهوره بنهاية الألفية الثانية ومطلع الثالثة بصفة بمراجع من أفكار حول صراع الحضارات، وبما عرفته مجتمعاتنا المعاصرة من تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف. واللافت للنظر في تجربة إلى من عرفة في ضوء المرجعية السالفة نسجها لعوالم الكتابة على الأحرف النورانية التي تبدأ بها بعض الصور القرآنية بعد البسملة بمقطع مؤلف من حرف أو أكثر من الحروف المفردة.
وهذا مبحث طويل يمكن العودة أو مقارنة التجربة الروائية لأستاذ بن عرفة من خلال الاعتماد على بعض التفاسير الموجودة في التراث العربي وخاصة لدى الزمخشري في تفسيره للشعر، وربما يطول الحديث هنا لإبراز هذه العلاقة المركبة هنا. أمر أن تطلعوا عليها حينما ينشر هذا البحث، حينما ينشر البحث على أن اعتماد الأستاذ بن عرفة على الحروف المورانية واختياره لها كعناوين لرواياته ظل وثيق الصلة بما تعرض له من حكايات وبالقصدية التي تضي إلى تمثيلها. ففي رواية قاف مثلا تكون سيرة ابن عربي مدار الأحداث، في رواية بلاد صاد تأملات في سيرة أبي الحسن الششتري، وفي رواية بحر سفر لفهم أسطورة أتلانتيس وما رافقها من أهوال وأحوال. من هنا يتعلق تصور المدينة الفاضلة بمشروع إصلاح اجتماعي وسياسي وثقافي، ولا حاجة لي للتذكير أن الأدب العربي عرف بعض الأعمال ذات الصبغة الطوباوية والتي تتحدث عن عالم تتحقق فيه أحلام البشر المؤمنين الصالحين بالعدالة والمساواة والخير. من هذه الأعمال أذكر رسالة الغفران للمعري إضافة إلى عدد من مؤلفات الفارابي، المدينة الفاضلة وتحصيل السهالة. كما ظهرت منذ عصر النهضة في منتصف القرن التاسع عشر بعض الأعمال القليلة التي اندرجت ضمن التفكير في المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا بصفة عامة، مثل غابة الحق لفرانسيس مراش وأم القرى لعبد الرحمن العواكبي، وهناك كذلك نص لفرح أنطوان بعنوان الدين والعلم والمال. ويمكن القول إن الكاتب العربي الوحيد الذي كتب اليوتوبيا حسب المفهوم الأوروبي هو سلامة موسى، ولا سيما في كتابه أحلام الفلاسفة وفي قصة من أحلام اليقظة، وكان ذلك أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. يتساءل أستاذ إلى بن عرفة في بيانه الأدبي الملحق بهذه الرواية، هل هناك حاجة دعت إلى فتح هذه القضية، ويقصد المدينة الفاضلة، من جديد في الوقت العربي؟ هل الاختلالات الحاصلة في تعبير الشأن العام أملت إعادة التفكير في المدينة الفاضلة من أجل مدينة جديدة للإنسانية؟ لماذا ربط إلى بن عرفة قضية الختمية بالمدينة الفاضلة في هذه الرواية؟ الأجوبة المقدمة في البيان تدور كلها حول تغير أنماط التفكير والسلوك والتشكيك والحيرة في تحصيل السعادة والحقيقة، ولا تجعل المدينة الفاضلة بعيدة في التصور من معطيات الواقع والتاريخ ولا متعالية عنهما. في هذه الرواية يضع أبي إلى بن عرفة كل من الحاكم الترمذي والفارابي والمتنبي والمعري وضع إشكالي، أي يحولهم من شخوص معلومة إلى أبطال إشكاليين بالمعنى الغربماني، أبطال يبحثون عن قيم أصيلة في مجتمع متدهور. لذلك يغلب على الرواية طابع السرد لضمير المتكلم والحوار ذي الطبيعة الفلسفية والروحية العميقة بأبعاد رمزية تصل الواقع الاجتماعي بارتداداته الثقافية والسياسية، كما تجليها المدينة الفاضلة لا باعتبارها لا مكانا أو مكانا محلوما به، بل باعتبارها مكانا مضادا يوجه السلوك نحو حالة غير متحققة في الواقع والتاريخ. لذلك تبدو أصوات الحكيم والفيلسوف والشاعر والأديب غير مقتنعة بأنصاف الحقوق، غير مقتنعة بأنصاف الحقائق، لكي لا تظل رهينة قدر لم تصنعه
ولم تتحكم في صنعها. كأني بعبد الإله بن كنان في هذه الرواية يقول لنا كنت أخاف يا عبد الإله بن عرفة في هذه الرواية ولكن زيد مسلم عبد الإله بن عرفة يقول لنا في هذه الرواية كأني لعبد الإله بن عرفة يقول لنا في هذه الرواية مالك خذوا العبرة الآن مما جرى ويجري قبل أن نمضي إلى نفقين مفلسين وخائبين بعد سقوط الروحانيات والإيديولوجيات. ماذا يتبقى للإنسان؟ حياة مختلة وكئيبة ورتيبة وطافحة بالخدائع لا بخديعة واحدة. السرد في الرواية سرد أثر وخبر يروي الوقائع بتلقائية، يلتفت إلى الماضي ويستشرف المستقبل. علاقته بالعالم حسية مشبعة بالدهشة والصفاء. الكتابة في هذه الرواية حياة، والحياة كتابة. من الحروف والكلمات إلى الجمل البسيطة والسريعة المباشرة والاستعارية تتصادى الأصوات والملامح، الأزمنة والأمكنة، الأسئلة والأجوبة. حكيم وفيلسوف وشاعر وأديب يؤتتون الرواية بآراء وتجارب عن الحياة من أجل معرفة خبايا الأنفس والطبائع، بعبر تساعدنا على تجاوز قصورنا الميتافيزيقي، لأنه لا يمكن للحقيقة أن تسود إلا بقوة الحقيقة. حضرات السيدات والسادة، أنا على يقين من أن هذه الرواية كتبها الأستاذ عبد الإله بن كنان. تعال مما يطرح مزيدا من التأمل والدراسة والتحليل والنقد، خاصة أن بعض الروائيين يحضرون معنا وفي طبيعتهم الأستاذ محمد الشرقاوي الذي نرحب به. إذن هذا الاهتمام يطرح التحليل والنقد في مختلف بنياته ودلالاته الحديثة، ويستدعي جملة من الأسئلة تتيح للدارس المهتم
والقارئ المتتبع مختلف التجارب ومختلف المدارات ومختلف التوصيفات وما إلى ذلك. هذه طبعا كما لاحظتم قراءة أو رؤية من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حجمري خلصت إلى تنوير مشروع الأستاذ بن عرفاء العرفاني، لذلك عقد جملة من المقارنات أو المقاربات بين رواياته كمشروع عرفاني، منبها طبعا إلى بيان المدينة، وأنا معه أن الرواية حقا تستحق القراءة، تستحق القراءة. انتقل الآن إلى قراءة ثانية سيقدمها لنا ضيف جاءنا من مراكش الحمراء، وهو متخصص أيضا في الدراسات النقدية والصوفية والأدبية وما إلى ذلك. إنه صديقنا الدكتور محمد أيت العميم، صوت ثقافي متفرد، أنا أتحمل المسؤولية في ذلك، صوت ثقافي متفرد، صوت وناقد ومترجم وقارئ متفحص، وصاحب مشروع النقدي يقوم على التأويل والقراءة، بحثاً عن صوت ذاتي برؤية جديدة. له مؤلفات وترجمات كثيرة، من بين عناوينها أذكر على سبيل المثال الحصر قصيدة النثر العربية، إيقاع المعنى وذكاء العبارة، بورخيس أسطورة الأدب، بورخيس صانع المتاهات، المتنبي الروح القلقة والترحال الأدبي، وهذه دراسة مهمة للأستاذ أيت العميم، لا شك أنها تلتقي مع ما جاء في رواية الأستاذ عبد الإله. من ترجماته القراءة للناقد الفرنسي فانسون جون، ترجم مختارات الشعر أيضا تركي، ترجم آيات وصور من القرآن الكريم إلى الفرنسية مع المترجم ميشيل بوسير. وبالمناسبة الأستاذ أيت العميم يعتبر القرآن نصا لا نهاية له، كلما قرأه وجد معنى جديدا في إيقاعاته المتنوعة وتراكيبه ولغته، تفيده كثيرا في الكتابة وتمده بطاقات يعني مهمة في الترجمة، وهذا ليس غريبا لأن القرآن كما يجمع الكل ثروة لغوية كبيرة. لا ننسى أيضا أن الأستاذ أيت العميم كتب حول قصيدة النثر في مديح اللبس. من مؤلفاته أو لقاءاته لست أدري إن صدر هذا الكتاب، موضوعة المكتبة والكتاب في الرواية. بالمناسبة أذكر أن الأستاذ محمد أيت العميم إلى جانب مقالاته الكثيرة ومحاضراته المتعددة وحواراته المختلفة، كان قد أتحفنا منذ أسابيع قليلة في حلقة برنامج مدارات الذي يديره صديقنا الأستاذ عبد الإله التهاني، والذي أنجزه والذي خصص الحلقة للحديث عن الكاتب والناقد عبد الفتاح كيلي. واليوم نلتقي معه في مدينة الرباط في قراءة ذاتية لرواية أختام المدينة الفاضلة لمؤلفها الدكتور عبد الإله بن عرفة. فليتفضل الأستاذ أيت العميم. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أتقدم
بالشكر الجزيل لجمعية رباط الفتح في شخص رئيسها السيد الكريم بن ناري، وأشكر هذا الجمهور الجميل الغفير الذي يوصف كأنه في معمل. عنونت هذه المذاكرة بأختام المدينة الفاضلة منامات الحكيم الترمذي وإعادة الكتابة، وقمت باستهلال لشاعر أحبه كثيرا هو أبو الطيب المتنبي، وما الدهل إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وسيقول محي الدين بن عربي الذي هو شخصية أخرى وأساسية في هذه الرواية بيتا أكثر من هذا: لكل عصر واحد اسم به، وأنا لباقي العصر ذاك الواحد. يا له الجنس الروائي من الأجناس القادرة على احتواء الكائن في تحولاته وتجلياته، فهي تغري بالقراءة لما لها من اقتدار على صناعة عوالم محتملة وممكنة. إذ كل رواية قوية هي بمثابة تشييد عالم خاص يصبه الروائي ويهندس مكوناته ومسارات أحداثه ومصائر شخصياته ويتحكم في نسج حبكته. تكون بمثابة الحبل الذي يخرج القارئ التائه في متاهة الحكي ليظفر بذهب المعنى اللامع. فالمعنى دائما ينتظرنا في الركن القصي من الشارع الطويل لنأخذه معنا. ولفهم العمل الروائي بشكل دقيق لا بد من وضع الأصبع في حبل الطاولة في عروة الأنشوطة الصحيحة كي نفوز بالرهان، وإلا فإننا نضع الأصبع في الخانة الخطأ وهكذا نضيع عسلنا. كل قارئ هو نحلة تصنع عسلها من أزهار الرواية. فالخانة الصحيحة في مطاردة المعنى العميق للرواية تكمن في اكتشاف المحور الذي تدور حوله عجلة الرواية. إذ أثناء قراءة العمل الروائي الذي يكشف لنا عن خبئه رويدا رويدا ويتعرى أمامنا قطعة قطعة، نحتاج إلى التحلي بالتأني وأن نرتقي في سلمها مقاما مقاما، وعيننا المتيقظة على العثور على المحور الذي يعد السبيل الوحيد الذي يخرجنا من غابة الكتابة وقد ظفرنا بصيد. الرواية جنس غير مكتمل على حد تفسير ميخائيل بختين، مما يعني أنها تظل دائما مفتوحة ولا تكتمل ولا تصل إلى درجة الختمية، فدائرتها غير مغلقة، مما يفسح المجال أمامها إلى الإضافة والمزيد من البناء. ففي العصور التي ظهرت فيها وما تلاحق من فتوحاتها وإنجازاتها إلى اليوم، ما زالت تضيف وتوسع من جلدها وتستضيف أجناس أخرى. لقد جاءت الرواية لتسد ثقبا خلفته أزمة العصور الحديثة وإقصاء العالم المحسوس للحياة. هذه الأزمة تجلت في اختزال العالم إلى مجرد موضوع للاستثمار التقني وإقصاء العالم المحسوس للحياة، أو ما دعاه هايدغر بصيغة سحرية نسيان الوجود لوبلي دوماتي. يقول ميلان كونديرا في كتابه فن الرواية: بالفعل بالنسبة إلي فمؤسس العصور الحديثة ليس فقط ديكارت ولكن أيضا سيرفانتيس. فإذا كان صحيحا أن الفلسفة والعلوم نسيت وجود الإنسان، فإنه يبدو لي أكثر وضوحا أنه مع سيرفانتيس تشكل فن أوروبي عظيم والذي ليس سوى استثمار لهذا الوجود المنسي. يضيف: فعلا فكل الموضوعات الوجودية الكبرى التي حللها هايدغر في كتابه الوجود والزمن، والتي حكم على أن كل الفلسفات الأوروبية السابقة تخلت عنها، فإنها قد كشف غطاؤها وأبرزت وجليت بأربعة قرون من الرواية. فمع معاصر سيرفانتيس تم التساؤل عما هي المغامرة. مع سامويل ريتشاردسون بدأنا في فحص ما الذي يجري بدواخلنا. كشف غطاء الحياة السرية للأحاسيس
مع بالزاك اكتشف تجذر الإنسان في التاريخ، ومع فلوبير اكتشفنا أرض اليوم التي ظلت مجهولة، مع تولستوي مالت نحو تدخل اللاعقل في القرارات الإنسانية وتصرفاتها. صبر الزمن، اللحظة الماضية المنفلتة مع بروس، اللحظة الحاضرة المنفلتة مع جيف جويس، مع توماس مان تساءلت عن حدود الأساطير القادمة من عمق الأزمنة لتقود خطواتنا وهلم جراها. إنه شغف المعرفة، هذا الشغف اعتبره هوسرل بمثابة الجوهر الروحي الأوروبي. إن هذا التوصيف الذكي للشغف بالمعرفة بوصفه الجوهر الروحاني وما شرعت أعمال بن عرفة في قطرنا انتبه إليه، محاولة بذلك أن تؤسس لهوية سردية على حد تعبير كونديرا. هذه الهوية السردية تقوم بالأساس على إعادة النظر في مقولات تصورات مستجلبة ومستعارة، قصد البحث عن جذور هوية سردية راسخة في تربتنا، بغية استكشاف عوالم الروح عبر تراث عرفان. ابتكر لنا سردية مغايرة منفردة من كدورة الصور المزيفة حول الواقع ومن حقائق تشكلت عبر ترسبات الاستعارات. في هذا الأفق للبحث عن هوية سردية مغايرة تندرج الأعمال الروائية للكاتب والشاعر عبد الإله بن عرفة. فالمتتبع للتجربة الروائية لديه يلمح منذ البداية أن الروائي دلف إليها من بوابة العرفان والتصوف في لحظة زمنية أضحى فيها التصوف مطلوبا كممارسة وكعودة الروح لعالم لا روح فيه. لقد كان التصوف عبر تاريخ يده ضحية للقراءة المغرضة والتحريفية أو الاستقصارية، وتمت مواجهته سواء من أهل الرسوم والظاهر أو من بعض التنويريين. لقد كانت هذه الصراعات ترخي بظلال التشويش عليه، فجعلته ينكمش وينطوي على نفسه وينزوي في الزوايا والتكايا، وانقطعت صلته بالممارسات اليومية والاجتماعية، غير أن الأحوال تحول والزمان يدور لتعود شمسه إلى الظهور، حيث أصبحت الحاجة إليه ملحة بعدما تمت تجربة مجموعة من الأنساق الفكرية والسياسية أفضت إلى أزمات، أو ما أطلق عليه العلامة روني جينو عبد الواحد يحيى بأزمة العالم الحديد. هذه الأزمة تفاقمت في العالم الغربي قبل أن تصل رياحها المدمرة إلى العوالم الأخرى، ودخل الإنسان المعاصر في أزمة مزمنة. لذلك فإن صيحات العودة إلى الروح قدمت أول ما قدمت في الناحية الغربية عبر مجموعة من المفكرين والفلاسفة الذين انخرطوا في الإسلام الروحي، وحتى العلمانيون في الغرب بدأوا يتنبؤوا بأن مستقبل العالم يكمن في الروح والعودة إليها. يقول ريمر القرن 21 إما أن يكون روحيا أو لا يكون. لقد تجلت أزمة العالم الحديد في انسداد الأفق، مما أفضى إلى ظهور خطاب استفحل مع مرور الوقت، وهو خطاب النهايات والإعلان عن سلسلة الوفيات. موت الإله مع نيتشه، موت الإنسان مع البنيوية، موت المؤلف على رومار، نهايات الأدب مع أطوان كومبانيو آخر إصدار صدر هذه السنة، نهاية التاريخ مع ريبوكتو. لقد كانت هذه النهايات توحي بوطأة الأحداث المدمرة التي عرفها الغرب بعد الحربين، مما أشاع فكرا عبثيا يحتج عما آل إليه العقل التقني والحسابي. وتوحي أيضا بالرغبة في الخروج من لحظات الموت بحثا عن أفق جديد، وكان المطلب الروحي يحضر بقوة في مثل هذه الوضعيات والمآزق والأفق المسدودة. تدور رواية أختام المدينة الفاضلة حول نسف هذا التصور للنهايات من خلال مفهوم الختمية الذي ينطوي على أفق مفتوح، بحيث أن مفهوم الختم وبمثابة استئناف لنهاية اكتملت فيها الدائرة وأشبعت، مما يقتضي فسح المجال لاستمرارية مستمدة من سلطة هذا الاكتمال في ختم الملاذ. وينبغي أن نلاحظ
أن هناك رابطة قوية وعروة وثقة مع هذا النص الروائي المتشبع بغزارة المعرفية المصفات حول تاريخية الثقافة العربية الإسلامية في تنوعها وقدرتها على التكيف مع العقل والروح والوجدان والبيان باللحظة الراهنة. فاختيار الشخصيات التي بصمت تاريخ الفكر والشعر والأدب والحكم والفلسفة والعرفان وبمثابة إحياء وتذكير لماضي المجيد وسط حاضر انحطت رتبته وتوالت عليه نكبات الزمن حتى احترق وتمزق وذب إليه الانحطاط والفشل. فهذا التذكير بهؤلاء الأختار هو رغبة مريحة في النهوض من جديد على أسس متينة تستحضر هذه التجارب التي كانت تتجلى فيها قوة اللحظة والزمن الذي أظهرها. وهذا ليس حنينا لزمن الولى بقدر ما هو تحريض على استئناف لروحه في أفق جديد. إن طرح سؤال المدينة الفاضلة غالبا ما يطرح في الأزمنة الفاسدة، وكلما فسد الزمان وإلا تشوفت النفوس إلى العيش في مدن متخيلة مخفية تتشبع بالفضيلة. وينبغي التنبيه أيضا إلى أن طرح السؤال الختمي والنهاية في الرواية جاء في لحظة عرفت وباء كونيا مما جعل سؤال النهاية واردا بشكل مأساوي في الزمن الكوروني. الرواية في جوهرها تخييل، أي تصور لعالم تدور أحداثه في الخيال، ولو أنها مستقاة من الواقع ومن الشخصيات الحقيقية، لكن بمجرد أن تلج أو أن يلج الواقع وما نعتبره حقيقة مجال الكتابة الروائية حتى يتحول إلى متخيل وتخييل. فرواية أختام المدينة الفاضلة رغم مظهرها المتجلي في استحضار شخصيات واقعية من الماضي، فإن البرنامج السري ومحكي الرواية يغمرنا بعالم خيال الامتياز من خلال تصرف الرواية أو من خلاله تصرف الرواية كل مقاصدها وأهدافها ومرامها. من الصعوبات التي قد تحصل بالتخييل الروائي هو التعامل مع الشخصية الجاهزة أو الشخصية التي ترسخت صورتها النمطية في أذهان القراء. وللخروج من هذا المأزق الذي يفضي إلى التطولوجيا أو إلى تحصيل الحاصل، لا بد للروائي أن يحتال في تقديم شخصياته عبر خلخلة الصورة الجاهزة أو الكليشيه. لقد فطن الروائي في أختام المدينة الفاضلة لهذا المأزق، فنهج سبيل إعادة الكتابة وقدم شخصياته عبر مسار يعيد قراءة المنجز حولها بطريقة المتبحر في المعرفة وتنقية كل الشوائب التي علقت في تشويش صورة هذه الشخصيات عبر المسار التاريخي الطويل. شخصيات خمسة رغم أنها ضمنت مرتبة الخلود والاعتراف الكوني والذيوع والاستمرارية في تاريخ الأفكار، فإن صورها تأرجحت بين ادعاء النبوة والزندقة والكفر. فكيف تجرؤ رواية عرفانية أن تستضيف هذه الشخصيات الخلافية؟ فعلا تمكن الروائي عبر سرد مشوق وآلية حجاجية هادئة من انتشار هذه الشخصيات من وحدة الوحل الذي ساعد الكتابات المناوئة لهم أن تجعل أقدامهم تسير فيها. عمدت الرواية إلى تقديم هذه الشخصيات في صورة تليق بها عبر استحضار تاريخ الأدب والفلسفة والتصوف وتقديم حجج تمتعت بقدرة إقناعية، سواء بتفنيد دعاوى القدماء أو المحدثين حول هذه الشخصيات. ومن تم فإن حركة السرد في الرواية كانت تهدف إلى تصحيح الصور النمطية وتقديم شخصيات لها مصادر أخرى غير تلك التي كانت الرواية الرسمية تود أن تجعلهم فيها. بما أن الرواية هي محفل يتخطى الحدود بين الأجناس الأدبية، فإن رواية أختام المدينة الفاضلة قد نوعت في مستويات إعادة الكتابة
ومن المتناصات والتعلقات النصية. فمنذ العنوان نجد أنفسنا أمام علامات هي بمثابة تكتيف ينطوي فيه ما سيبسطه السر وينشر تنياته. هناك علامة قرآنية ألف لام ميم راء في إشارة إلى سورة الرعد، أن سورة الرعد ستكون هي الوعاء يعني الخلفي لهذه الرواية، حتى أنها تحكمت في الجملة المفتتح في الرواية أن يكون سورة الرعد فيها الرعد والبرق. نجد أن مفتتح الرواية يمر في لحظة شتاء، لأنه فرض على الروائي وهو يستلهم أجواء سورة الرعد أن يكون الافتتاح في أجواء باردة، في أجواء فيها بروق ورعود التي سوف نراها فيما بعد في الرواية. وإلى التأويلات العرفانية لهذه الأحرف المقطعة، وكيف ستوظف الرواية في بعد رمزي وكشفي هذه الأحرف الخمسة موزعة على كل شخصية من شخصيات الرواية، وإلى الاستلهامات الشعرية سواء في النص الذي افتتح به الرواية وهو نص شعر بالغ للمؤلف الحقيقي للرواية بن عربة، ونص شعري لابن سهل، علامة تحيل إلى المؤلف الذي أوحى للرواية بالموضوع أو بالموضوع المركزي في الرواية وهو ختم الولاية للحاكمي. علامة فلسفية تحيلنا مباشرة إلى الكتاب المشهور الفراغي آراء أهل المدينة الفضيلة. عنوان المضغوط يفتح أفق انتظار في مستويات متعددة، فما الذي ينتظره قارئ العنوان؟ هذا ما سيكون بعد. محكي الرواية البنى عبر أطر تناصية منذ البداية مع أدبيات رحلة السالك في المقامات والأحوال من أجل الوصول إلى المراتب العالية في الولاية، ومثل هذا المتناص الحكيم التلمذي وسيرته. ثم هناك استثمار لنصوص المنامات، وقد سبق للروائي والمحقق عبد الإله أن حقق كتابا للمسي بابونا يعتمد كله على المنام. لا تخطئ العين حضور الأطر المرجعية التي تحيل إلى نصوص أهل المدينة الفاضلة، كما أن استراتيجية الكتابة في الأدب القيامي نلمحها في الحضور الموارب لنص رسالة الغفران على مستوى بناء العمل الروائي، وليس حول المضمون الجوهري للرواية الذي ينكتب في أفق أوسع من موضوعة الغفران الخاص كما تجلت عند المعري إلى موضوعة الرحمة الواسعة التي يمثلها في النص الحضور المهيمن لمحيي الدين بن عربي. وقد تجسد هذا الموضوع المحوري أي موضوع الرحمة في البداية وفي النهاية، إذ النص الروائي أو نص أختام المدينة الفاضلة مسور بالرحمة في البدء والمنتهى. يؤازر هذه المتناصات حضور طاغ لكتب التراجم والطبقات، وقد تجد ذلك في النصيب الأوفر من السرد الذاتي الذي أوكله السرد للشخصيات للتعريف بنفسها، وكأن الرواية تستحضر تلك السير الذاتية المغربية التي اتخذت عنوانا لها حديقة أنسي في التعريف بنفسي. هذه عناوين وجدها مجموعة من السير الذاتية مثل الحوال، أيضا السير الذاتية التي كتبها سكيب. فكل من الحكيم الترمذي والفارابي والمتنبي والمعري عرف بنفسه، وأثناء هذه اللحظات كانت الشخصيات تتدخل بالتساؤل والتوضيح والاستدراك والتذكير، وهنا كان العمل على اشتغال الروايه، اشتغال الروايه كان في هذه المنطقه بالذات. هناك كما ان هناك مرجعيات نقديه استحضرتها الروايه في افق استثمارها او دحضها، هناك العديد من الاحالات لدراسات نقديه وفكريه وفلسفيه بددها السارد اثناء عرض الاحداث والقضايا الفكريه التي سعت الروايه الى ترسيخها في ذهن القارئ، سواء القارئ الخالي الذهن او القارئ المحذر مسبقا. ان هذه العده المتنوعه التي جرت فيها فصول الاحداث هي ميسر دمغ الروايه بخصوصيه وفراده، نتجت عن اختيار جمالي متجدد في الموروث السردي القديم والموروث الديني العرفاني.
في الرواية اختلاف العرب أعلن عن هوية سردية منذ روايته الأولى حول ابن عربي جبل قاف، مروراً بالعديد من الأعمال استحضرت أزمنة وشخصيات بصمت تاريخ الثقافة العربية الإسلامية بعمق، وصولاً إلى أختام المدينة الفاضلة والتي هي ربما محطة لاكتمال دائرة هذا المشروع لفتح أبعاد أخرى وطرق السرد جديدة. قد فطن كما فطن روائيون آخرون إلى أن تأصيل الجنس الروائي في تربة خاصة كفيل بأن يحقق الخصوصية بدل المحاكاة الغيرية أو السقوط في شراكة الاستعارة وإعادة إنتاج طرائق سردية مستولدة. يقول عبد الفتاح كيميطو: حين نتأمل الروايات الكلاسيكية يتعين علينا أن نستخلص العبرة، ربما أن بعض القصاصين والروائيين العرب بإهمالهم للرصيد السردي القديم يفوتون على أنفسهم فرصة الاستفادة منه. قد يقال الرواية صناعة نتعلمها بقراءة الروايات ودراسة الأساليب والتقنيات السردية الجديدة، فماذا سنجني من الاطلاع على تاريخ ابن الجوزي والبكتير؟ أي فائدة ترجى بالنسبة إلى الروائي من دراسة وفيات الأعيان وشذور الذهب؟ من يضع السؤال هكذا ينسى أن الرواية في تجدد مستمر وأنها دائما تبحث عن نفسها، كما ينسى أن الروائيين الغربيين لهم تكوين كلاسيكي جيد يشمل أدب القرون الوسطى والأدب اللاتيني والأدب اليوناني. خذ أي كاتب غربي معروف وسيتبين لك صدق ما أقول. التفكير في تجربة الآخرين والذي دفعني إلى الاعتقاد بأن الكتاب العرب لن ينجحوا في منافسة الكتاب الغربيين إلا إذا اطلع على النصوص الكلاسيكية. كلام لا مجمجة فيه. كنت مرة حديث مع نفسي، كنت مرة مع الكاتب الإسباني الكبير خوان بوتيسو، وفجأة فاجأته بسؤال لم يكن ينتظر. قلت له: لماذا لم تنتقد الكتاب العرب ولو مرة واحدة؟ فأجابني بجواب لم أكن أنتظره، قال لي: إنني انتقدت العرب بطريقة خاصة. أقول لهم: لديكم ابن الفارض والمعلم وابن عربي والسيوطي، كل هؤلاء كتبت بهم لأبرز أن الحداثة ليست في التقليد الأعمى للأساليب المستوردة. والذين قرأوا لكم هو أنه أحيا مجد الكتابة بهذه المرجعيات، لذلك قلنا بأنه لا بد أن نستطلع في نصوصنا السردية القوية برؤية مغايرة لما هو قديم، وهكذا يمكننا أن نتحدث مع الغرب، لأن الغرب لا يريد أن نرد له بضاعته. وهذا ما جعل التحقيق يذهب إلى التراث، واكتشف أن ما يقوله للغرب يقوله الغرب أحسن منه، لهذا تميز أنه أتى للغرب بشيء جديد. هذا التوجه التقصيري وما استخدمه أعمال الإله العرب التي عكست اقتدار الروائي على التعاطي مع هذا المولود بنظرة ثاقبة تنم عن تحصيل بالغ الدقة وعن تمكن من ناصية اللغة ولديه فتح في العبارة، والعبارة تطيعه في تطويع نصوص تحتاج إلى قدرة تأويلية عالية من أجل فك شفراتها ومضمراتها، لا سيما الرمزيات المعقدة في المدونة العرفانية. من المبتدأ تلخيص عمل التخيل، لأن اختزاله يحول دون لذة الاكتشاف ومغامرة القراءة وتأويل العلامات وكشف ما تنطوي عليها من دلالات ورمزيات. إذ كل قارئ يصنع نصه، غير أن التنصيص عن محكي الرواية نحتاجه فقط لضرورة منهجية ونقدمه بين يدي القارئ والمستمع بوصفه لحظة بدئية وأرضية انطلاق لمصاحبة المحكي في تكويناته وتشعباته. تحكي رواية أختام المدينة الفاضلة قصة لقاء عجيب وقع في المنام، لقاء جمع بين الحالم الحكيم الترمذي والفيلسوف الفارابي المعلم الثاني والشاعر المتنبي وحكيم الشعراء وشاعر الحكماء البعري وختم الأولياء
الشيخ الأكبر محي الدين العربي في مدينة فاضلة أو إن شئنا مدينة من مدن الجنة. الصورة التي رسمت بها تلك المدينة لا يمكن أن نجدها إلا في الجنان. وكان بمقرمة منهم نساء جميلة. بالمناسبة إذا كان العنوان يوهمنا بأنه يتحدث عن الختمية الذكورية فإن الرواية انتصرت إلى المرأة أكثر من الرجل. أعتقد أن حضور المرأة في هذه الرواية كان أكثر، لأن المرأة تظهر في الرواية في مجموعة من المحطات دائما، إما أنها لها حجة مسكتة أو أنها امرأة تعكس البعد الجمال لأنها ارتبطت في هذا المنام الكبير بأنها منتجة للجمال سواء على مستوى الموسيقى أو على مستوى الكلام. وأيضا المرأة كان لها حضور كبير جدا لم يبرزها الروائي في مجرى الأحداث، ولكن كانت أقوى في نظري إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الحضور الكبير للمرأة. فإن رواية الأحداث المدينة الفاضلة كانت المرأة أقوى فيها من الرجل. نعم، بعد التعارف أدار السالم محاورات بينهم حول موضوعة السعادة، ونجد أن هذه الموضوعة كانت موضوعة مركزية، لأن السالم في البداية يكتشف مجموعة من الحكماء والفلاسفة يناقشون مفهوم السعادة وكل من موقعه، وكانت هذه النقاشات تبدو أنها هي آراء للفلاسفة، لأن مجموعة منهم ربط السعادة بالمتع الحسية، وهناك من ربطها بالمتع الفكرية، وهناك من ربطها وهي المرأة ربطتها بالمتعة في العالم الآخر، من أن المرأة كما قلت قدمت أنها أساس في المعرفة الروحية. بعد هذه الوقفة سينسحب الحكيم متنزها في المدينة وسيلتقي بثلاثة رجال يسند السر هذه المرة للمرأة التي كانت تضرب العود أن تسأل الثلاثة عن مفهوم السعادة. أجاب الفارابي: السعادة ليست أمرا فرديا بل هي أمر جماعي، فلا يعقل أن يكون الإنسان سعيدا في مجتمع شقي. المتنبي يرى بأن مدينته الفاضلة هي مدينة يرأسها الشعراء. المعري يذهب أن لا وجود للسعادة في هذه الدنيا، فإنه وجد السعادة في عزلته وأطلق العنان لخياله الأدبي. قد كانت المرأة تحضر في الرواية منتصرة على هؤلاء الأحكام، بسم الله ما أقول. فالصور التي قدمت للمرأة في الرواية أنها منبع الجمال وصاحبة الحجة المسكتة وميلها إلى الروحانية أكثر من الرجل. تتشكل بؤرة الرواية في اللحظة التي قبل فيها الأحكام التقاضي لدى الحكيم الترمذي صاحب كتاب ختم الأولياء، والذي وضعه اختبار وامتحانا لأدعياء الختمية. قد يعترض معترض عن منطق هذه المحاكمة. الفارابي والمتنبي والمعري لم يدعوا الختمية في الولاية، بل ختميتهم مرتبطة بالفلسفة والشعر والأدب. نستشعر هذا الأمر الذي كان يشغل الراوي وهو يحبك خيوط الرواية، وكان المخرج من هذا المأزق أن الصور التي قدمت لهذه الشخصيات تقربها من قرد الأولياء والصوفية. فما يقرب الفارابي من المعرفة هو الزهد والعزلة التي عرفتها حياته في كلاهما، ويصفهما الساري بأنهما عملا على تخريب الظاهر. هذا المصطلح لا نجده إلا عند الملامتية،
يعني ان مصطلح تخريب الظاهر ومصطلح انتجه حمدون القصار، وهو شيخ البلاماتية، هو التركيز على تخريب الظاهر من اجل بناء الباطن. فلا الفارابي ولا المعري فانهما ينتميان الى هذه الوجهه. هذه السمة تقربه من الملامة، إضافة إلى أن المعري وسم في حالات عديدة بسمة الكلب، ويحضر الكلب في نوادر وقصص له كثيرة، مما يجعلنا نحس أن هذا الحضور الطاغي لهذا الحيوان من الممكن أنه رمزية للمذهب الكلبي الذي ربما يكون المعري من أنصاره، وهو مذهب أصحابه ينبحون ضد الفساد من أجل إشاعة الفضيلة. وديوجين الكلبي من أشهر المؤسسي هذا المذهب. أما المتنبي فقد قدم بأنه سليل آل البيت، ينحدر من بيت النبوة، وهذا موضوع يعني تعارك فيه مؤرخ الأدب وانتصر فيه محمود شاكر وأيضا عبد الملاح بالله لما كتب كتابه المشهور المتنبي يستمد أباه بعد ألف عام، فكلهم بينوا بأن هذه الشخصية ظلت مخفية أو أخفت نسبها خوفا، ولهذا كان يتجلى هذا في مرة مرة لم يخرج في شيء. هناك سمة أخرى تجمع الثلاثة، إنهم اتخذوا اللغة مسكنا لهم، المعرفة سكن اللغة، والمتنبي جعلها الموطن له، والفارابي كان متعدد اللغات حتى جلت عليه في قلق عباراته. ايضا يجتمعون ايضا في ان كلامهم ظاهر، لكلامهم ظاهر وباطن. كانت هناك اسرار يخفونها، المتنبي يخفي نسبه، المعرفي يخفي مذهبه، والفارابي كان يخفي ايضا افكاره. ونجد ان اليوستراوس وقد اشارت اليه الروايه في كتابه العميق الاضطهاد وفن الكتابة، يخصص للفارابي صفحات عديدة للحديث عن الكتابة بين السطور، فكل هؤلاء الثلاثة كانوا يكتبون بحبر خفي، والمتنبي كان يصرح بأن لسانه لسان شاعر وقلبه قلب ملك. لقد عملت الرواية على تنقية الشوائب عن هذه الشخصيات. الفارابي الذي يجمع بين رأي أفلاطون الإلهي وأرسطو العقلاني سيخصص كتابا بعنوان فصوص الحكم، خصصه للذات الإلهية. ومحيي الدين هو الآخر سيؤلف كتابا بنفس العنوان، خصصه للتجليات الإلهية الأنبياء. نرى بأن أنا أريد أن أختم، نرى بأن الرواية رواية بأن أختار المدينة الفاضلة من خلال هذا السياح، وأعتقد بأنه نص ولا يعطيك مضمراته من القراءة الأولى، أنا خلصت إلى مجموعة من الأشياء سأقولها بالترتيب، وهو أن رغم أن الحديث عن مدينة الفاضلة وعن شخصيات من الماضي ما يبرر هذه الرواية، هو خطابها الراهن. خطابها الراهن يتشكل في نسف خطاب النهايات اليائس، فتح تصور لخطاب آخر يحاول أن يقدم لنا إمكانية التجديد، لأن خطاب الختم أو خطاب النهاية يوهمنا بالانتهاء أو بانغلاق الدائرة وبأنه لا مجال للتجديد، وهذا ما حاولت الرواية أن تنسبه. أيضا وهذا بداني من يعني حاولت أن أبحث عن منطق عام للرواية لأخذ أخرج بمعنى، فوجدت بأن الذي سيهيمن على الفيلسوف وعلى الأديب وعلى شيء هو الصوفي. ألا يمكن أن نقول بأن خطاب الرواية يريد أن
ينتصر للعرفان على ركني البرهان والبيان، وأن يعيد ترتيب هذه العلاقة، لأنه من قبل اعتبر العرفان من العقل المستقيم، وهذا ما ذكر في دراسات معاصرة. الرواية تحاول أن تعيد ترتيب هذه العلاقة باعتبار أن العرفان قادر على تصحيح ما وقع في البرهان من أشياء قد تفيد الانزلاق، وأيضا للبيان يمكن للعرفان أن، وهذا هو الذي بدا في آخر العمل. ثم هناك فكرة أخرى، وهي أن العرفان لديه وسع، فإذا كان المعلم مثلا قد حاصر غفرانه فقط للأدباء وضيق واسعا، فإن ابن عربي يرى بأن الرحمة الواسعة هي التي يمكن أن تكون خطاب اليوم، حتى يمكنها أن تحتوي جميع الأجناس. تكون هناك يعني فكرة مرتبطة بهذه الفترة التي نحتاجها، لا نريد فكرا إقصائيا أو فكرا تعصبيا، وإنما فكرا يمكنه أن يحتوي هذه الأشياء. وشكرا. للأستاذ الدكتور محمد عيد الأمين، الذي بالفعل رغم طول عرضه ولكنه دسم القضايا ودسم بالمناقشة ودسم أيضا بالتوصيفات التي ارتبطت بالرواية العرفانية وارتباطها بالروحانيات شرقا وغربا، مع تركيز على سؤال الختمية كما لاحظتم. وبالتالي انتهى إلى رأي ذاتي كما لاحظتم، نظرا لإشكالات التي تطرحها الرواية لعدتها الفنية والمعرفية. وطبعا انتهى إلى بعض الخلاصات، مما كون العرفان قادر على تصحيح بعض الانزلاقات. شكرا مرة ثانية على هذا العرض القيم. رواية تاج المدينة الفاضلة انطلقت بقصيدة لكاتبها اللي هو ولذلك يحضر معنا شخص يريد أن يجسد الرواية في شكل قصيدة ردا على الأستاذ عبد الإله، إنه وهي مفاجأة بالنسبة لنا لأنها غير مقررة البرنامج، لكنها مفاجأة محمودة. إنها مفاجأة كبير خالد فتح الرحمن رئيس مركز الحوار الحضاري في الإيسيسكو، فليتفضل لإقراء قصيدتي. وإنما أريد أن أوثق كلام الدكتورين النبيهين فيما سبق. الفكرة هي أن هذا الكتاب هو التماعة ثم استفاضت هذه الالتماعة، وقدمت تساؤلا حول كيف يمكن للذهن أن يفتح موضوعا مغلقا، ثم كيف لنا نحن وقد عشنا هذه الرحلة أن نخرج منها لنتمكن من العودة،
مرة أخرى، كيف يمكننا العودة بذاتنا بعد أن تمتعنا بسيرة التفاصيل؟ رمقتك بين وصائف وحرائر، وشجتك بين خمائل وأزاهر، حيت فوافتها رؤاك بواند، حي التماعتها بفيض الخاطر. حتى إذا نشر السؤال رواقه ودنا وراق المجتنى للناشر، زحمت وفود النابهين نطاقه، يسرقن من دنياه فيض بشائره، يطربن بالمه حفاوة تائق فعل السمير، إذ بمسامر فتألقت وتوثبت ثم انبرت، تبدي لك الفحوى بغير معاسر. هي فكرة الأفكار نفحة نورها، تسري نوافذها بكل عواطل، من بدء لمح الأبجدية ما انثنت عن ذهن وقاد وقلب مذاهب، ترتاد أعماق النفوس فتزدهي طرفا وتسديها انفيال مشاعر، حتى إذا ثابت لختم وجودها وافى بها العرفان قلب الشاعر، أفضت إليك بسرها فغنمتها ونثرتها في سكب أروع ماهي، أيقونة بين المدائن حفها ركب العباقر بالطراز النادر، ما بين مجد أبي محسدة سائرا بالحكمة الغراء بين هواجر وفيوض رهن المحبسين، مجلجلا بين الورى بنشيده المتنافر، والترمذي وقد تألق بالرؤى يدرجن بين مشاهد وسرائر وروائع الإبداع من فاراب لم يسبق لهن توثب من نافر. هي خيبة العربية ناف بميتها من ناظريك مدى الفضاء الحاسر، عبد الإله وقد صريت بسرها، هلا أجبت إشارة المتسائل، هلا أجبت تساؤل المتجاسر، كيف الذهاب إلى المدائن؟ أين عطفرا وأولاك السناء بوافر. شكرا. الأستاذ الذي حاز من اسمه فضلا ومعنى، أستاذ سيدي عبد الكريم بن نايم، على إتاحة هذه الفرصة بالتداول والتباسط على أوتار الروح. أنتم استشعرتم في هذا اللقاء هذا الانسجام بين الأرواح خلال هذا اللقاء،
فالشكر مجددا على هذه الفرصة الثمينة الغالية التي سنحت بأن نجتمع في الرباط بمناسبة الاحتفاء بها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وفي إفريقيا، رباط الفتح والأنوار، رباط الثقافة التي تصول وتجول من منارها حسان، والتي هو شعار هذه العاصمة. والشكر أيضا لإخواني وأصدقائي وأساتذتي من وزملائي الذين أتحفونا بهذه القراءات المتعددة حول هذا العمل الذي شق طريقا مختلفا ومغايرا للكتابة فيما أسميتموه وأسميته بالهوية السردية الجديدة التي عنوانها وشعارها عبارة أقولها وأرددها: أيها الإنسان أنت حرف جاء لمعنى، فيجب أن تكتشف المعنوية فيك ولا أن ترى على الحرف، فتجاوز جثمانيتك إلى ما يزخر به روحك. العالم إنسان كبير، وروح هذا العالم هو الإنسان، وإلا لكان العالم جسداً ملقاً بدون روح إذا لم يكن فيه هذا الإنسان. ولهذا استحق هذه الإمامة وهذه الولاية وهذه الخلافة على العالم. أيضاً أشكر صديقي وأخي ومساري الشاعر الفذ، كتب مؤخراً قصيدة جالت بها الأقلام وكانت على رأس الترند في السودان، وهي قصيدة من 77 بيتاً، لكن أرد التحية بتحية فأقول شعراً من هذه الرواية. ولو أننا في مجلس أدب ورواية، إلا أن الأدب لا يتجسأ. قل لمن يسمع عني ما أقول، أقصر اللوم فذا قول مهول، هو روح عارج في أرقع سبعة قد جازها هان رسول، فبراقي فكرة قد أتعبت في سباق همما تسبي العقول، وجناحي حيث طرفي مبصر رفرفا يعلو بنا أو قل يجول، وبنا الأسرار قد طافت بلا عدد تمشي على أرض ذنول، يا غلاما في طريق القوم لا تستحل طعم شراب يا جهول، أنت لا تعرف معناك ولا تدري أن الدار عجت بالفحول، واسمع عن قولي وإياك تقول قد حسونا من دنان يا ضلول، كأسنا فاتحة قد نسمت من قديم العصر راحا أو شمول، ألف لام وميم ثم را برقت برقا ورعدا قد يهول، ولها صعق ودك وسيول ينمحي رسم الحجى منها يحول، كان لي عقل فلما ارتحلت رحلت روحي وعقلي في ذهول، فاقرعوا الباب فقد يرجى لكم وتفوزوا بنعيم لا يزول، وإذا البواب أفضى سائلا من بباب، فارغبوا نرجو القبول، إن تكن غصنا فقد تذوي وقد تنبت النور وتعرى أو تطول، ختم الحسن بنا واكتحلت إثمدا عيني فهيهات الذهول، فلنا الدار التي صار لها دولة في آخر الدهر تصول. الدعوة
الدار المقصودة هي بيت الولاية، مثلما للحكمة دار وللشعر بيت، فلا بد من توطين للمعنى في وطن وعنوان. ماذا عسى المرء أن يقول حول هذه الرواية التي اجتمع فيها ثلة من الأختان يتداولون في قضية الصلاح وقضية الفضيلة، كل واحد منهم يزعم أنه يستحق أن يرأس هذه المملكة وهذه المدينة الفاضلة. لاحظوا معي أن المدينة مشتقة من الدين. أعظم مدينة هي التي لها دين وفضيلة تنصلح بها. اليوم نتحدث كثيرا عن سياسة المدينة، كل واحد يفكر في إصلاح هذه المدينة من خلال القطاع الذي يدبره. كل هؤلاء، هذا شاعر هو خاتمة الشعراء أبو الطيب المتنبي، وهذا أديب هو حكيم الشعراء وشاعر الحكماء أبو العلاء المعري، وهذا الفارابي المعلم الثاني، معلم الفلسفة ومعلم الحكمة، وذاك الحكيم الترمذي. الوعاء الزمني الذي تدور فيه هذه الرواية يشغل 5 قرون، من القرن الثالث إلى القرن السابع، لكنه ينفتح على كينونة زمنية تمتد من أفلاطون الذي كتب كتابه حول المدينة الفاضلة إلى اليوم، إلى القرن 21، أي إلى زماننا مع شعراء وأدباء. تحدثوا بشكل مقتضب ربما، لأنه لا يسعني أن أتحدث عن كل أبعاد هذه الرواية في اتصالها بقضية الختمية، كما أشار إلى ذلك الإخوة قضية النهايات. تعلمون أنه بعد الحربين العالمية الثانية سادت عبثية وعدمية كبيرة في جميع القطاعات لدى الغربيين، في الفلسفة، في الأدب، في الاجتماع البشري، في السياسة، وصاروا لا يؤمنون بهذا الأمل الذي ينفح الإنسان. حتى الأديب قالوا أنه مات، المؤلف مات. في البنيوية، وقد ذكر هذا الإخوة، تحدثوا أيضا عن هذه الكتابة البيضاء، درجة صفر للكتابة، هذا عنوان لرولان بارت، بمعنى هذه الكتابة بدون عمق، بدون مؤلف، بدون أي شيء. والواقع أن مثل هذه الأعمال لا توجد، لأن الأديب يبقى مسؤولا عن كتابه. حتى الفواصل، أنا أعلم أن مواضع الفواصل والنقط أضعها بطريقة معللة ولها أسباب، فكيف نزعم إذن موت الإنسان، موت الإله كما قال نيتش، وموت المؤلف، ونهاية الأدب، ونهاية الدولة؟ وبعبارة جامعة، كيف يمكننا أن نتحدث عن الفوضى الخلاقة؟ هم لاحظوا أن مهندسا صنع آلة للتصميم، ورأى أن نتيجة الحركة غير المنضبطة لهذه الآلة هي في اتجاهات فوضوية، لكن النتيجة تكون جيدة في النهاية، لأن الثياب نظفت وأصبحت ناصعة بياض. فحاولوا أن يطبقوا هذه على عدة قطاعات، فقالوا بالفوضى الخلاقة في السياسة، قالوا بالفوضى الخلاقة في الأسرة، وظهرت إيديولوجيا النوع، وقالوا في كثير من المؤسسات ناظمة للاجتماع البشري. فإذا حينما نطرح هذه القضية مع هذه الرواية، فإننا أولا نتحاور من هذا الأفق، ونؤمن بأن الإنسان هو مبعث خير ومبعث كرامة، وقد كرمنا بني آدم، وأن مجال الروح هي التي تصنع هذه الكرامة وهذه الخيرية الموجودة في الإنسان. سأقف قليلا عند المتنبي. المتنبي كما تعلمون تقييم القدماء والمحدثين له تقييم خاطئ لا يعدو صورة نمطية، وهو أنه رجل تنياب بنفسه، متكبر، متكسب بالشعر، إنسان يستعمل شعره من أجل أغراض ليكسب المال، رغم أنه قال: وجئتك في طلب المعالي وجاء غيري في طلب المعاش. وينكر هذا بشكل عام، لكن ما كان يحكم المتنبي هو قضيتان:
القضية الأولى هو أنه منع من أن يذكر نسبه ومن أن يعترف له بهذا النسب. وقد تحدث بعض القدماء بشكل مقتضب، منهم الزبيدي في تاج العروس وفيروز الأبادي، ونعتاه في أنه الإمام وابن الإمام. ولا أظن أن الزبيدي مرتضى الزبيدي وفيروز الأبادي ينحلان المتنبي صفة الإمام لكونه كان إماما في الصلاة أو إماما في الفقه والتفسير، هذا مستحيل في حق هذا الرجل، وإنما لأنه كان ابن الإمام الثاني عشر. وهذه القضية من خلال شعره، وهذا السر الكبير نلاحظه من خلال شعره، حينما كان يفخر حتى على سيف الدولة: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. كيف يفخر بهذه الطريقة على أمير وأمراء ويشترط عليهم اشتراطات الملوك؟ كان الشعراء يقفون ليلقوا شعرهم، لكن المتنبي اشترط أن يلقي شعره وهو جالس، وأن لا يقبل الأرض بين يدي سيف الدولة، وقبل منه سيف الدولة ذلك لأنه كان يعلم مرتبته. الدولة الحمدانية كانت دولة شيعية، لكنها كانت تؤمن بالقضية العربية، في حين أن الدولة المناوية لها وهي الدولة الأموية أيضا دولة شيعية لكنها كانت فارسية. كان الصراع بين الدولتين قويا، فانتصر المتنبي لأنه كان يحمل قضية لغة، قضية أمة، وقضية تاريخ لهذه العلاقة مع سيف الدولة. هذا هو السر الأول الكبير في حياة هذا الرجل. السر الثاني هو حبه لخولة. خولة هي من أخت سيف الدولة، لكنه لم يكن يستطيع أن يصرح بهذا الحب. ومن خلال شعره حينما نتفحصه نلمس هذا السر، هذا العفاف. وفي تضاعيف كلامه كان يقول شيئا في تضاعيف كلام آخر، كان يتغزل بخولة في تضاعيف منعه لسيف الدولة، وهذا من أصعب ما يمكن أن يفعله شاعر وأن يقوم به شاعر، بمعنى أنك تتوسل بمعجم من مجال معين للتعبير عن مجال آخر. هذا نلاحظه مثلا عند الصوفية حينما يأخذون أشعار الخمرة لأبي نواس وغير ذلك وينقلونها من هذا العالم إلى عالم آخر وعالم الروح، فتصبح الخمرة لها معاني ورمزية أخرى، وكذلك بالنسبة للأنثى الكلية. في 1935 كانت هناك احتفالية كبرى عقدت في 3 عواصم عربية، في حلب والقاهرة وبغداد، بمناسبة الذكرى الألفية على وفاة المتنبي. كان من بين الشعراء الذين ساهموا في هذه الاحتفالية بشار الخوري الأخطل الصغير، وقد حكم في ذلك اليوم وقرر أن لا يذهب لأنه كان مريضا. ثم إنه رأى طيف المتنبي فقام سريعا من سريره وراح وقال قصيدة من 77 بيتا، قصيدة وضفت بعض أبياتها في هذه في هذا العمل، حينما يقول: عرس من الجن في الصحراء قد اجتمعوا، إلى أن يقول: تكشف الطفل عن طفل وماردة له على صدرها زقر إذا غضب، كأنه الزئبق الرجراج في يدها أو خفقة البرق إما اهتز واضطرب. نادى أبوه عظيم الجن عترته فأقبلوا ينظرون البدعة العجبة، ماذا نسميه؟ قال البعض صاعقة فقال كلا، فقالوا عاصفا فأبى، وقام منهم مارد لسن، وقال: لم تنصفوه اسما ولا لقبا، سنبعث الفتنة الكبرى على يده ونشغل الناس والأقلام والكتب ونجعل الشعر ربا يسجدون له، فإن غووا فلقد نلنا به الأرب. واختال غير قليل ثم قال لهم: سميته المتنبي فانتشوا طرب، إلى آخر ذلك. يقول في قصيدة جميلة، ويستدعي المتنبي هذا الشاهد من عصرنا ليشهد بأحقيته على إمامة هذه المدينة الفاضلة، كما يستدعي شهودا من الجن عفوا
ويستدعي ايضا ادباء من العالم الغربي، يستدعي شكسبير ويستدعي فيكتور هيغو ويستدعي اخرين. بمعنى انتم تلاحظون ان هذا الطبق التخيلي في الادب يمنحنا هذه الفرصه لكي ننفتح على كل هذه العوالم، بما يجعل قضيه المدينه الفاضله والختميه قضيه مركزيه اليوم يجب ان نفكر بها وفيها من خلال الادب. لا اريد ان اطيل عليكم لان السهره ما زالت مستمره وهناك سهره فنيه، واكتفي بهذا القدر. شكرا لكم. شكرا للدكتور إيلام عفا على هذه كما سماها على هذه المباصرة التي تجمع بين الشعر والنقد. بالفعل نشكره على بعض الإضاءات التي لا يمكن أن يدهي بها إلا صاحب الرواية. بالفعل جد الشكر للإخوة الذين ساهموا معنا في هذه الندوة، الدكتور عبد الفتاح الحمري، الدكتور محمد قيد الأمين. فباسم رئيسنا الأستاذ الكريم الشكر لكم على حسن تواصلكم وصبركم رغم أن الندوة طويلة. كان في إمكاننا أن نفتح نقاشا وحوارا ولكن الوقت يزاحمنا، فلذلك سننتقل إلى الحفل الفني وهو من إعداد الدكتور محمد تامي الحراء بوفاتي أنوار التابع لجمعية رباط الفتح ومجموعة الذاكرين المانحي والسماع. ليسمح للجمهور أن أقول كلمة في حق الدكتور محمد الحراء، بالرغم من أن أستاذنا السيد كريم حلاه في البداية. صحيح. هذا باحث أكاديمي بمعنى الكلمة في الإسلاميات وفي العرفانيات وفي التصوف، فهو فنان صوفي متميز وإعلامي حاذق ومفيد متواضع بشكل كبير ووفي أيضا لتخصصه ولزاويته ولشيوخه. هو صاحب المجموعة الإنشادية مجموعة الذاكرين للمديح والسماع، حاضر كما تعلمون ونشيط باستمرار في مجموعة من البرامج الفكرية والصوفية والفنية سواء منها الإذاعية أو التلفزية، وحاضر أيضا في كثير من اللقاءات والمهرجانات الصوفية والسماعية الوطنية والعربية والإسلامية. إلى جانب ذلك أعتبره محاور جيد ومؤلف رصين تؤكده مؤلفاته الكثيرة، منها على سبيل المثال فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار ومحمد العرب ابتلاء الرباطي، وهو تحقيق ودراسة في جزئين، حادي العشاق اقترابات من تجربة شيخ المديح والسماع عبد اللطيف بن منصور، موسيقى المواجهة تواصيل الرسول والإسلاميات، إني ذاهب إلى ربي مقاربات في راهن التدين ورهانات، في الجمالية العرفانية من أجل أفق الإنس الروحاني في الإسلام. كتب أيضا في الرواية العرفانية في تجربة
إلى من عرفة ومباسطاته في الفكر والذكر. طبعاً إلى المناسبة سيقدم قراءة إبداعية متحاورة مع رواية ختام المدينة الفاضلة رفقة طبعاً كورال أنوار التابع لجمعية رواة الفتح ومجموعة الذاكرين للمديح والسماء. وطبعا يشرف على مجموعة أنوار للمديح والسماء الأستاذ إبراهيم الأشهر. إذا شكرا للجميع وسهرتنا ما زالت مستمرة.